أهلا بكم في مطبخ بسمتي ببرنامج حليات رمضان. وصفتنا اليوم هي الستيكي توفي بودينج، هي عبارة عن كيك بالتمر وحنعمل معها توفي صوص. خلينا نبدأ نشوف المقادير. لتحضير البودينجز بدنا 225 غرام أو كوب تمر مقطع صغير، معلقة صغيرة خلاصة الفانيلا، معلقة صغيرة بيكنج سودا، 125 ملي أو 3/4 الكوب شاي سخن، 90 غرام أو 3 كوب زائد معلقة طعام زبدة، 150 غرام أو 3 كوب سكر كاستر، بيضتين، 180 غرام أو كوب وربع طحين، معلقة صغيرة بيكنج باودر، نص معلقة صغيرة ملح، ونص معلقة صغيرة قرفة ناعمة. لتحضير التوفي صوص بدنا 50 غرام أو ربع كوب زبدة، 120 غرام أو نص كوب سكر بني مضغوط، و 125 ملي أو نص كوب كريمة. لنبدأ وصفتنا بدنا أول شي نسخن الفرن على 180. هلأ بدي أجي حضر القوالب. أنا عندي هون قوالب بودينج صغيرة، عندي 6 قالب، فيكم تستعملوا قالب المفن إذا ما كان عندكم من هدول. هلأ بدي أجي أدهن القوالب بالزبدة. بدنا ندهنهم منيح لأنه بدنا نجي نقلب البودينج بعد ما ينخبزوا مشان ما يلزقوا. تأكدوا أنه تدهنوا القوالب منيح بالزبدة. هلأ بعد ما دهنت القوالب بالزبدة رح أجي أحطهم بطبق فرن، هيك بيكونوا جاهزين لما حضر المزيج. هلأ هذا الطبق اللي حنستعمله لحتى نخبز البودينج رح نجي نمليه بمي غليانة لحتى ينخبزوا على مهلهم وما يصيروا ناشفين. هلا حنبلش بتحضير التمر. رح احطه بوعاء، انا قطعته هون قطع صغيره. رح اضيف عليه البيكنج سودا والفانيلا. البيكنج سودا هو بيعطينا القوام الخاص للستيكي توفي بودينج. هلا فوق هذا المزيج رح اجي احط الشاي، الشاي السخن. حننقع التمر تقريبا لمدة 5 دقايق إلى 10 دقايق لحتى يطرى، حسب النوع التمر اللي عم تستعملوه تتركوه تقريبا لحتى يصير طري. بهالأثناء بدي أخفق الزبدة والسكر مع بعض. رح نضيف السكر، حبلش أخفق. هلا بدي اجي اضيف البيض، رح اضيف وحده ورا الثانيه. بلش اول بيضه، حبلش اخفق. هلا حضيف الثانيه، وهلا صار هذا المزيج جاهز. وهلا بدي اجي انخل الطحين والبيكنج باودر والملح والقرفه. هنخلهم فوق مزيج البيض السكر والزبده، وهاخلط بالسباتولا. هلا بس مجرد يختلط الطحين منوقف، وهلا رح نكمل تحضير التمر. هلا بدي احط مزيج التمر بفود بروسيسور، رح احطه مع السائل وبدي اطحنه ناعم. هلا بدي اضيف التمر للمزيج اللي حضرناه. هلا رح اخلط بالسباتولا ريحة التمر بتشهي كتير. هذا الكيك أنا كتير بحبه، كتير مناسب للسحور وبيغذي كتير. هلا صار المزيج جاهز، صار فيني حطه بالقوالب. حأستعمل معلقة الآيس كريم لحتى أنقل المزيج على القوالب، هيك بتأكد إنه عم بحط نفس الكمية. هلا بظهر المعلقة رح أوزع بس
المزيج بقلب القوالب، واخر شيء رح اجي احط هلا مي غليانه بقلب قالب الفرن. هلا رح ملي تقريبا لنص ارتفاع القوالب، وهلا بدي اغطي القالب بورق الومنيوم. رح اغطيني، وهلا رح نحط القالب بالفرن على الدرجه 180 لمده نص ساعه. بعد ما نخبز الستيكي توفي بودينج، انا قمت ورقه الالومنيوم، وهلا رح اخليهم يبردوا بقلب القالب لمده 10 دقائق، وبهالاثناء رح نبدا بتحضير التوفي صوص. هلا بدنا نحضر التوفي صوص. رح ندوب الزبده مع السكر البني بمقلاي، ورح نحركهم منيح لحتى يذوبوا بالكامل. بعد ما يذوبوا رح نضيف الكريمه، ورح نخلي المزيج يغلي لمده دقيقتين. بعد ما بردوا البودينغز فكيتوا من القوالب، ورح ارجيكم الطريقه. رح ناخذ سباتولا ونمرر على الاطراف، ممكن سكينه، ما تمروا السكينه بهالطريقه لانه بده ينكسر البودينغ من جوا وبيتفتت، فبدنا بس نرفع ونرجع ننزل بهالطريقه حتى نفكه شوي شوي. هلا حاخذ صحن وأقلب البودينج بهالطريقة، وهلا حنجي نحط التوفي صوص فوق البودينج. وقت التقديم حنجي نسكب التوفي صوص فوق البودينج بهالطريقة، وهذا هو الستيكي توفي بودينج. إن شاء الله ألف صحة وعافية. شاركونا بكل تجرباتكم على صفحتنا الفيسبوك، وعملوا لايك وشير لهذا الفيديو إذا عجبكم، وتابعوني بكرة بحلقة جديدة من برنامج حلويات رمضان.